اسمي شيرين كمال نافع أبو شعير، عمري 38 سنة، المهنة مربية بيت منزل. جاي علي رمضان يعني وضع مأساوي، يعني بيتي لا في عندي غاز ولا في عندي ثلاجة ولا في مواد غذائية ولا محضرين حنا، يعني وضع مأساوي جدا. ايش بدي اقول لك؟ جدا يعني بالمرة فيش اشي، وضع البيت وضع الحياة وضع فيش. ايش بدي اقول لك؟ هاي حياتي اليومية. اشتغل رمضان العبادة، في الصلاة، تجمع الأقارب، صلة الرحم، هاي رمضان المحبة فيه والأخوة وترابط. شعوري في رمضان أنا بقبل فرحانة في نفس الوقت وحزينة في نفس الوقت، لأن فرحانة بقبل جاينا رمضان، جاينا شهر الخير والبركة، حزينة في نفس الوقت بقبلش عندي أعش أولادي، والله أيام بتصحر من دون يعني سحور، بصوموا من دون سحور في رمضان. هاي شعوري في الحزن وفي الفرح، يعني بتمنى من الله إنه يغير حاله ووضع بيتي ووضع أسرتي فيه، يعني إنها الناس بتتذكر الناس المحتاجة فيه، لأن أكثر إشي هو في رمضان بتذكر الناس المحتاجة. يعني بتمنى من الله انها تقبل سنه حلوه وسعيده عليك. بتامل انه في رمضان هذا العام انه نقبل زي دول العالم الاسلاميه والعربي، انهم نلاقي اولادنا سحور وفطور، ويعني وحدا يعمل لبنت هذه العمليه اللي لعينيها ما انا قادر اعمل لها اياها، يعني عندها انحراف في العنتين. يعني بتمنى رمضان إن هذا العام يقبل احسن من رمضان السنه الاعوام اللي راحت، نقبل زي دول العالم انهم يلاقوا سحور ويلاقوا فطور الاولاد، ونعيش احسن من رمضان اللي فات، وربنا ينصرهم على من عاديهم، ونتمنى لهم كل انهم يضلهم يتذكرونا ويدعمونا، لانه جاي شهر رمضان علينا. ربنا يعيده عليك وعلى الامه العربيه والاسلاميه بخير، وربنا يعطيهم كمان وكمان الاندونيسيين ويبارك فيهم يعني، ودائما يتذكرونا ما ينسوا اخوانهم في غزه.